من بين الخروقات اللي تمت في هذه القضية كاين خروقات كما قلت خروقات اللي هي منظمة القانون كتعلق بالضمانات ديال المسطرة الجنائية، وهناك خروقات دستورية. خرق مبدأ دستوري اللي هو الفصل 6 من الدستور ديال مبدأ المساواة، هناك فين كيتجلى حنا كمدافعين على الأستاذ وشقيقيه، كيتجلى بأن هذه النزيلة هي قضية بسيطة، وفي المحكمة اللي معروضة للملف هناك قضايا اللي خطيرة جدا أكثر من ذلك، وأصحابها قدموا للقضاء في حالة صرح. لماذا قدم المتهمون بما فيهم الزامي في حالة اعتقال؟ هنا كنطرحوا هذه العلامة الاستفهام الكبيرة جدا. من مبدأ المساواة كذلك النازلة فيها إنكار للزميل وشقيقيه، الزميل يصرح أنه تم الاعتداء عليه وتم ولوج شقته، وكان الضابط بيدير حد المعاينة، هذا حسب التصريح دياله، وهي معاينة غير قانونية يلزمها إذن ديال النيابة العامة، ويقول بأنه تم الاعتداء عليه من الخصم دياله، ورغم ذلك النيابة العامة لم تتابع الأطراف الأخرى، يعني الخصوم الأستاذ. هنا مبدأ خرق مبدأ المساواة كما أقول. كذلك كاين خرق ديال الفصل 110 من الدستور فقرته الثانية ما يتعلق بالسلطة الملائمة، يقول النيابة العامة لم تتعامل مع القضية بمبدأ الحياد والمساواة، والفصل يقول يجب على النيابة العامة أن تطبق القانون، سلطة الملائمة مؤطرة في إطار القانون. تم خرق هذا المبدأ. كذلك تم خرق فصل 120 من الدستور، المبدأ اللي كيعطي الحق لكل شخص يتمتع بمحاكمة عادلة، الزميل وشقيقيه لم يتمتعوا بهذه المحاكمة العادلة منذ إلقاء القبض إلى مثوله أمام القانون. تقدمنا بهذا الملتمس لرفع حالة الاعتقال، وتقدمنا كذلك باجتهاد الأخير الصادر عن المحكمة الابتدائية بالصفروفية تجاه التي قضت بالرجوع إلى الأصل، البراءة هي الأصل، وقررت باسم جلالة الملك برفع حالة الاعتقال المتهمين باعتبار أنه الأشخاص المتابعين هم أطباء وأنهم مكاتب، وهذا تم الطعن فيه من طرف السيد وكيل الملك الابتدائي الصفرو، وتم استئنافه من طرفي وتم تأييده، وقضت المحكمة برفع حالة الاعتقال وببراءة المتهمين، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة استئناف بفاس. إن شاء الله يوم الاثنين ستكون وقفة من طرف زملاء سواء سعيد بن سليمان أو سعيد دائرة الاستئنافية للدار البيضاء وباقي الهيئات الأخرى من المغرب، وسنتقدم كذلك بمجموعة من الدفوع الشكلية بتنسيق مع باقي الزملاء المدافعين عن الزميل بوعبيد في إطار التكليف، وكما قلت أنني كنوب في إطار التكليف من طرف الزميل بوعبيد وكذلك العائلة ديالو. إن شاء الله سيكون الحسم طبيعة الحال، نحترم قرارات المحكمة طبيعة الحال نحترمها، ولكن سنقول كلمتنا إن شاء الله فيما يخص الدفوع الشكلية بتنسيق مع باقي المدافعين عن الزميل بوعبيد. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.